من الناس اللي أثروا جدا 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 في فهمنا لتاريخ مصر القديمة، هو الشخص اللي توصل ليه حل رموز الكتابة الهيروغليفية، ومنها عرفنا ايه اللي كان بيحصل في حياة المصريين القدماء. فمعاكم عبد اللطيف، وده شخصيات، وخلينا في الحلقة دي نتكلم عن جان فرانسوا شامبليون. بس قبل ما نبدا كلام عن شامبليون، اتاكد تحت ان انت عامل سبسكرايب ومفعل التنبيهات، علشان الحاجات دي مهمه جدا 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 وبتوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن. وخلي الانترو ينزل. جان فرانسوا شامبليون اتولد في 23 ديسمبر سنه 1790 في فرنسا، لعائله هو فيها الابن الاصغر على اخوات كتير، 7 اخوات. خليني اقول لك ان ظروف العائله دي كانت صعبه جدا بصراحه. الاب والام ما كانواش قادرين ان هم يودوا ابنهم المدرسه حتى، لكن شامبليون كان محظوظ، وهو ان كان عنده اخ اكبر منه كان اسمه جاك، واخوه ده كان متعلم بشكل ذاتي، يعني ما كانش دخل المدرسه اساسا، فبدا ان هو يعلم شامبليون بنفس الطريقه اللي هو اتعلم بيها. جاك استغل كل القدر اللي عنده من الثقافه او الاطلاع او حبه للقراءه والتعلم في ان هو ينقل كل ده للطفل الصغير شامبليون. ودي طبعا حاجة اثرت على حياة شامبليون من البداية، لان هو لقى حد قادر ان هو يحتويه وقادر ان هو يوجهه في الطريق الصح. فطبعا فضل شامبليون وهو صغير متعلق جدا جدا باخوه جاك، وتعلقهم هما الاثنين ببعض وكونهم عايشين في مكان واحد خلى جاك يركز كده في حاجة شامبليون كان متميز فيها بكل تأكيد. ولاحظ جاك ان عند شامبليون مهارة لغوية غير عادية. شامبليون لما وصل ل 16 سنة كان قادر ان هو يتكلم 12 لغة، والاهم من ان هو كان بيتكلم ب 12 لغة انه كان شغوف تماما بدراسة اللغات القديمة زي اليونانية والقبطية. وشغفه الواضح جدا تجاه اللغات القديمة وخاصة اللغة القبطية خلوه يتصدر في يوم من الأيام أمام أكاديمية جرنوبل في فرنسا بأنه يقف قدامهم ويقرأ مقال كامل كان كاتبه في سن صغيرة جدا 16 سنة عن اللغة القبطية. ويفضل شامبليون عمال يدرس ويتطور أكتر في اللغات، ولما وصل ل 20 سنة كان بيتكلم لغات كتيرة جدا، بيتكلم لغات كتيرة بطلاقة. زي إيه؟ زي اليونانية، العربية، العبرية، الفارسية، وغيرها وغيرها لغات تانية. الراجل كانت دماغه يعني موسوعة لغوية، كان جوجل ترانسليت عايش جوه دماغه. وبشكل ما ممكن تقول ان هو عن طريق الواسطة شوية، او عن طريق ان جاك اخوه دعمه بشكل معين، يعني الحتة دي في تاريخ شامبليون مش واضحة الحقيقة هو ازاي دخل الجامعة، على الرغم من ان هو ما كانش اساسا بيدرس في مدرسة ولكنه دخل الجامعة وفضل بيدرس في الجامعة. ولما وصلنا لسنة 1809 كان ترقى لدرجة ان هو وصل لدرجة الاستاذ المساعد جوه جامعة جرنوبل في فرنسا. طب تقول لي بقى ايه التخصص اللي هو تخصص فيه في الكلية؟ اقول لك ان هو تخصص في التاريخ، الاستاذ المساعد شامبليون في التاريخ جامعة جرنوبل. وعلى الرغم من ان دراسته في التاريخ كانت الى حد ما بعيدة عن شغفه باللغات، الا انه برضو كان جوه التاريخ بيدرس تاريخ اللغات، وخصوصا تاريخ اللغة القبطية اللي طبعا بشكل رئيسي بتعود أصولها لمصر. وطبعا كده كده فرنسا كانت مهتمة بمصر، لأن من فترة مش قريبة كان في حملة فرنسية راحت على مصر بقيادة طبعا نابليون بونابرت، وإحنا عارفين القصة دي كلها. فبالتالي ذكر مصر في فرنسا كان كتير، فالراجل شغفه بمصر ما كانش جاي من فراغ. وعلى ذكر مصر بقى، كان في حاجة مهمة جدا تم اكتشافها وكانت محيرة العلماء، وخاصة علماء التاريخ وعلماء اللغة والآثار، وهو الحجر اللي لقوه في قلعة رشيد. حجر رشيد بكل تأكيد، الحجر اللي كان عبارة عن مرسوم ملكي من بطليموس ومترجم على نفس الحجر للغتين الهيروغليفية والديموطيقية. وفعلا كان في علماء كتير جدا شغالين على الحجر ده، أهمهم كان توماس يانج اللي كان شغال عليه لفترات طويلة جدا، والراجل بتاعنا ده كان خبرة كبيرة جدا سواء في التاريخ أو الآثار أو اللغات. لكن على الرغم من كده إلا أنه لم يحرز أي تقدم في فهم رموز اللغة المصرية القديمة. ولأن الحجر ده كان مهم جدا، لأن عن طريقه هنقدر نفهم اللغة المصرية، فبالتالي هنقدر نفهم النقوش اللي موجودة على جدران المعابد كلها، فبالتالي الحجر والرموز دي لازم تتفك شفرتها، لازم، دي كانت نتيجة حتمية. فتم إسناد المهمة لشامبليون
مره واحده كده، على الرغم من ان هو صغير في السن، مش خبره زي توماس يانج او مش خبره زي العلماء الكتير اللي كانوا شغالين على الحجر، ولكن روح الشباب كانت موجوده عند تشامبليون، وقال لك ايه بص يعني يوضع سره في اضعف خلقه ويلا بينا نجرب. ووصل فعلا تشامبليون لمصر سنه 1822. بس تشامبليون لما نزل مصر حس كده ان في حاجه غريبه، يعني المصريين طول ما هم شايفينه راجل فرنسي مش قادرين ان هم يتعاونوا معاه او يتعاملوا معاه بسلاسه، ودايما كان عندهم حساسيه شويتين كده في ان هم يتعاملوا مع تشامبليون او اي حد فرنسي او اي حد كان تابع اساسا للحمله الفرنسيه، لان الحمله الفرنسيه لما جت على مصر يعني عملت عمايل هنبقى نتكلم عنها في ارض الحضاره ان شاء الله. وتاني حاجه برضو حسها او ادركها تشامبليون لما بدا يشتغل على الحجر هو ان الحجر ده لوحده مش كفايه، لازم يكون في حاجات تانية تساعدنا ان احنا نفهم الكلام اللي مكتوب جوه هنا. وطبعا المساعده ما كانتش هتيجي من اي حد على الاطلاق غير من المصريين نفسهم، اهل البلد لازم هم اللي يقدموا لي المساعده. وانا ما بكلمكش على مساعده ماديه، لان الحملات والدراسات بتاعتهم دي كانت يعني بيتصرف عليها فلوس كتير جدا، بس انا بكلمك على مساعده من نوع اخر، وهي ان الناس اللي عارفين اماكن معابد وهم بس اللي يقدروا يجيبوا لنا قطع اثريه مكتوب عليها بنقوش مختلفه، هي الناس دي اللي انا محتاجها في الحاجه دي بس. فهنا بقى تشامبليون عمل ايه؟ قرر تشامبليون ان هو هيتحول من فرنسي لمصري، واطلق لحيته، بدا يلبس جلاليب ويلف راسه بشال، ونظرا لانه كان بيتكلم عربي اصلا فكان بيتعامل مع المصريين على انه عربي زيهم بس معاه بعض الصلاحيات، ويعني هو مستكشف في الاساس. فاختلاط تشامبليون الواضح والظاهر وانغماسه داخل المجتمع المصري وانصهاره فيه وتقبله لفكره ان هو يندمج جوه المجتمع ده خلى فيه سهوله وتعاون اكبر بين المصريين وبينه. فبدا تشامبليون ياخد خطوات جديه اكبر في البحث مع مساعدة المصريين لي، ودي كلها حاجات شرحتها لك في حلقة على برنامج أرض الحضارة ممكن تبقى ترجع تشوفها. ويستمر تشامبليون في البحث سنة ورا التانية لحد ما وصلنا لسنة 1822، وكل اللي توصل لي تشامبليون عرضوا في رسالة وبحث علمي في المجلات العلمية في فرنسا. الرسالة بتاعته كانت بتتضمن مفاتيح لحل الكتابة الهيلوغريفية مع قاموس مبدئي للنحو اللي كانت الكتابة دي بتتكتب بيها. الرسالة والبحث اللي بكل تأكيد أثنى عليه كل العلماء اللي اشتغلوا على الحجر قبل كده، وقالوا فعلا ان تشامبليون بيقدم لينا جديد ما كناش عارفينه خالص عن حجر رشيد وعن الكتابة الهيلوغريفية، قدموا لي كل الدعم سواء المعنوي او المعرفي علشان يكمل البحث بتاعه. ويستمر فعلا تشامبليون في بحثه على حجر رشيد لحد ما توصل لحاجات مهمة جدا جدا قلتها لك في حلقة أرض الحضارة، أكيد تروح تشوفها، عن حل شفرة اللغة والكتابات الهيروغرافية أو الديموطقية، حلقة مهمة جدا جدا موجودة هنا أقل. وبعد فترة من البحث أكتر على حجر رشيد وحل لرموز الكتابة الهيروغرافية، توصل تشامبليون لحاجات مهمة جدا جدا وعمل كتاب مهم جدا قلت لك عليه في حلقة مهمة هنا على القناة في برنامج أرض الحضارة، أكيد هترجع تشوفها بكل تأكيد. وبعد الكتاب اللي أطلقه تشامبليون ده أصبح هو أبو الهيلوغريفية وأبو اللغة المصرية القديمة، هو الشخص اللي حللنا الشفرة، الوحيد اللي توصل لاكتشاف لغة قديمة من الألف للياء. ومن اكتشافه والكتاب اللي حطه ده بقى أي حد قادر أنه هو ينزل مصر يبص على أي جدار يحلل الكلام اللي مكتوب ده ويعرف المصريين كان قصدهم ايه بالكلام ده، علشان يخلص تشامبليون بعثته اللي كانت رايحة لمصر ويرجع مرة تانية لفرنسا، ولكنه كان خارج استاذ مساعد من فرنسا، رجع بقى وليه مكانة عالية جدا جدا وبيتم تعيينه كأستاذ للتاريخ والمصريات داخل جامعة فرنسا نفسها. وبعد الكلام الكتير اللي عمله تشامبليون ده بقى علم المصريات محط اهتمام طبعا، لان الشفرة خلاص اتزالت، فاحنا قدامنا ايه بقى؟ يلا ننهل من التراث الكبير جدا اللي المصريين كانوا سايبينه. علم المصريات انتشر في اوروبا بشكل كبير، انجلترا بقت مهتمة، المانيا، ايطاليا، وطبعا فرنسا مكان تشامبليون. ومن اهم العلماء في العلم ده كان ابوليتو روسيليني، عالم ايطالي اللي راح سنة 1827 لباريس علشان يقعد مع تشامبليون ويتدرسوا مع بعض بخصوص الهيلوغرافية. وقدر روسيليني ان هو يقنع تشامبليون بانهم يرجعوا مرة تانية لمصر علشان يدرسوا اكتر عن الاثار المصرية في بعثة ملكية بقيادة تشامبليون، البعثة اللي اتعرفت باسم البعثة
الفرنسية التوسكانية. فرنسية لأن طبعا كان على متن البعثة دي تشامبليون وملك فرنسا تشارلز بنفسه، وتوسكانية لأنها كانت مدعومة سواء ماديا أو أمنيا من دوق توسكانا الأكبر. البعثة اللي وصلت مصر سنة 1928 وبدأوا رحلتهم في وادي النيل. الرحلة اللي استمرت لفترة طويلة تعدت السنة والسنتين، اكتشفوا فيها مقابر كتيرة جدا سواء ملكية أو غير ملكية، مع دراسة أعمق لكل النقوش اللي قابلوها في الرحلة بتاعتهم سواء نقوش مهمة أو غير مهمة. وهو ده كان الشغف اللي موجود في جوه البعثة دي. كانت بعثة من أهم البعثات اللي جت مصر في مجال الآثار، والبعثة بتاعتنا تخلص ويرجع تشامبليون بقى بالاكتشافات الجديدة اللي اكتشفها على فرنسا. لكن في مارس سنة 1832 وهو عنده 41 سنة يموت فرانسوا تشامبليون، شاب بيموت بالسكتة الدماغية، ولكنه ما كانش أي شاب. تشامبليون اللي كتب رسالة لأخوه بيقوله فيها أنه لا عزيز على قلبي كالمصريين، مات وساب لينا معجم وقاموس كبير جدا عن الهيلوغريفية، مات بعد ما فتح لينا تاريخ مصر القديم على مصراعي، مات اللي بدأ يفهمنا إيه هو تاريخ أجدادنا إحنا. وبس كده أنا خلصت كلامي عن فرانسوا تشامبليون. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير ليها، تسيب لي رايك تحت في الكومنتس، تشارك في القناة وتفعل التنبيهات علشان تجيلك الحلقات اللي جاية أول بأول، وعلشان عايزين نكبر القناة أكتر وأكتر. وبس كده، السلام عليكم.